يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها المثل، الحياة الصحابة والتابعين وتابع التابعين رضوان الله عليهم جميعا أدنى درس بفضل الله وبرحمته أغف سفيان الثوري رضي الله عنه، وجينا يتمثل أبو عبد الله سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري إلول ذو سبوس أن 97 دي الهجرة ذي الخلافة من سليمان ابن عبد الملك. قرد بعض العلماء باللي إلول ذي ثمورث خرسان من بعد انتقرد أغف مورث الكوفة أماكن خدمان أهل الخرسان اتبع العلم طيب من العلم سنتقل من ديث مورث غرثيط ومن بعد قوينتي ديسن غرث مورث الكوفة. ولان العلماء دي قرن بلي إلول ديث مورث الكوفة دي العراق يتعلم مثلا ذي الكوفة العلم، يتعلم الفقه المني قغال للفقيه أم قرحان، ويغال من كبار الزهاد غير ينسيمن سفيان الثوري ديون الإمام الدين سلمان مشهور ناتسطاس ذي الإمام من الحديث النبوي سفيان الثوري من تابع التابعين. أما كنت لنا يتمثل الدور سيقع الدان بالليم التابعين إذ بذلك إجي عاشن الصحابة الكرام، ولكن وصلنا لسؤال من سنة في محمد صلى الله عليه وسلم ولا عاشن يسوع الظرين، ولكن عاشن الصحابة الكرام ويجي خلاص التابعين، ولكن تابع التابعين ذوي ذاك ونزرر الصحابة الكرام، ولكن زرر وذاك عشان الصحابة كايد مثلا ويجي خلاص تابع التابعين. إذن سفيان الثوري رحمه الله من تابع التابعين يسعى المذهب أيث مثلا دولة من ذي القرن والسبعة ذي الهجران مشهور العالم جيم أيث مثلا يقرد في نفس الإمام الذهبي يند وجين الشيخ الإسلام يند الإمام الحفاظ يقرد بشر الحافي رحمه الله يند سفيان الثوري ذي الزمانينس يند أم أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقد عمر بن الخطاب ذي الزمانينس. الله أكبر. كان أيث مثلا فذاس أيث مثلا سعيد بن مسروق الثوري ذا الواحد ديث أم قرحان ذنب دكون الشعبين العالم الشعبين رحمه الله وبذس من التابعين يعاش الصحابة الكرام غسك ذا مشروح، ولكن يعاش الصحابة الكرام ذيك في السول ذا تابعين. كان يتمثل سفيان الثوري يكرد ديث مورث من الكوفة يتعلم العلم ويسلم ذقمين من العلماء إن قرحان وطاش من العلماء يفيك تعلم أيه مثلا قرن في لس بعض العلماء أن لك أزل السميان الشيخ يفيك سلام يفيك تعلم الحديث غير وصل إيماس أيه مثلا حرصيت أطاش باش هذا ذي غرم. أما كنين ينتف أطاش من العلماء يعدان للسلف الصالح إذي ماسن إسن 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 إفكال أفوذ باش أضرف للعلم وخدمت المجهود إن قرحنا باش يعني أذمولت ثكلين يقلحوا باش أذي ظرف العلم. كان الاستقرار يمثل سفيان الثوري أذي أضرب بفلس ثنيس أضرحوا ضيف ذي العلم ثنيس كنا أين تحوج القلي غرغورك تخيضين خدم سوفوزيس تحليل سوفوزيس أين شيء تسموه الميس باش أذي ظرف العلم هاي خطر فيفاس يموت ذي العام 126 دي الهجرة. أبو عبد الله سفيان الثوري ذي العالم سيد العلماء ذي الزمان المسعي المثل خزاد كان يسعد المحنة ثم قرحات وريج ميجالا وريس على الدريا أمينك المقام لكن يموث القبريد يسعد يوث المحنة ثم قرحات ذي العهد للخليفة أبو جعفر المنصور أكد الميس المهدي أسمع إقموث أبو حنيفة رضي الله عنه ذي الحفص للخليفة العباسي أبو جعفر المنصور الخطر
يهين ديوان القاضي ديال القيس ابو جعفر المنصور ديال الخليفه ديال الخليفه يعار يعار مليح مليح ابو حنيفه يهين ما غاديش الخليفه غادي يحبس ويموت داخل الحبس ان ابو جعفر المنصور ذنك مود ابو حنيفه رضي الله عنه اسمعك مذيل مثلا من بعد يضرب الناس اني باغي نجمال في دماغ القاضي اللي مرتكب بعد يعني يميقروح ابو حنيفه اني نجمال في دماغ من بعد وهان غير سفيان الثوري رحمه الله ان الناس ذنت سكن اقلان اعلم اهل الارض ولا شو قلنا دي الدنيا في السن أكثر من سفيان الثوري رحمه الله من بعد الشجاعس أبو جعفر المنصور لسفيان الثوري إليس أكعينا أتصغر ذي القاضي أتحكم سوى القرآن السنة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن سفيان الثوري رحمه الله يهيم يغيد القاضي أتصن العلماء يهدرون غفية جنيا ولكن السبب الحقيقي حشر بيني في زران خطر أبو جعفر المنصور يون الخليفة يعار أطاس أما كان يخدم الشريح للحارث الكندي ذي القاضي ما يثمثنا أزلان 60 سنة يخدم بالكوفة ولكن اسمه يغال الحجاج بن يوسف ذي الوالي في مورثة جنة الكوفة ما يقدم الاستقالة لنسي يتخر على خطر إنه اسم الغالة ذي نغذ القاضي ذي أني ذي لام الحجاج بن يوسف ذي الوالد مورثني أكان يخدم سفيان الثوري رحمه الله يهيمد يغال ذي القاضي غسكني أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور استفكار الأمر بلد يغيد القاضي ولكن يهيمد يغال لعرينس وفي السنين هذا لان بعض العلماء يدي قرن باليوم ذي ثمورثني ذي ثمورثن الكوفة حمل تيوث الحملة ثم قرحات يخدم الناس يعني تكرم انتونو كرم وحدس ولكن انيه وقاذ ازر وعقل غير المنكر الي يخدم يون يعني المنكر دون اثعق يخدم المنكر خطر احسان ذي الكرم اني نسار اتكرم لكني ويقاذ غفية ما نسار الطفل المسؤولية غفية ويوهيم بشد يوغان ذي القاضي ذي ثمورثنين ايه مثل يتفيد غرورس يقل عيث وينيس أخ ماذا قلنا ثوقيه تقعد القاضي أذكناه ولكن سفيان الثوري نسكي المهلة ندخل مصيا ألز كان غكيم يعني يذ المدة ثمش طحت كان كذي مشاهد دراسة الأخبار أسمع ويقول لنا غرورس إيش قاعد ذي الأثر من سفيان الثوري يفتي ديروي أني ذا يروي ألي يقول ذي ثمورث غرفيض يروح لثمورث من البصرة يقول دي الكوفة يروح على ثمورثن البصرة ويقود غادينا يخدم ذا خدام الجون البستان نضجوث تبحيث إيهين تبحيث المسمار يخدم ذينا أي مثلا دائما تشيلي تسبث باش أذنين الأحداث إنيس صاحب البستان فان تبحيثني يخدم أجنس وثعقل رجل سفيان الثوري على خطر إني قالون إنس أبو جعفر المنصور وينادي تفن سفيان الثوري نادي ديوي ذي الحين ذي الميت أسكر 10,000 درهم ويشوف مرة الخبر ذي مرة العراق مرة المرجين سلمان مرة ناقو أفين في الطفل الخلافة مرة ناقو أبو جعفر المنصور ثمرة مرة صار استخبار ونادي تفن سفيان الثوري أسكر 10,000 درهم إذا عالمين أهل البصرة ونسام بيت بحيث كم إنس بيت بحيث نم إنس بغير تفريون سقسين أهل ترى تشمر تمرثن البصرة غير ما تشمر تمرثن الكوفة ولكن إذا شو من جواب يسيران سفيان الثوري رحمه الله إنيس ذا شو مريك دينيا تشمر تمرثن البصرة وثعرف غيرهم ذاك تبعي فاقيم يروحيه فراسي يونو الدوكيس إنيس أسعي لخدم أشحال يجينا لي يخدم غرورهم ويعرض على يوم وثمريهم ذي في حياثيهم إني غاسم ذي قلاما إذا تسمر تمرتنا الكوفة أخير ناض وين تمرتنا البصرة إنا دينا يوم وين تمرتنا البصرة مازال أوث عارض غرام أشي نمو تعارض غرام إنيسي إنيهم ويدفكي ذرا الإذن بالليم أذا تعارضه إذي حرام ماذا قلت الشيخ ويدفكي ذرا الإذن أسكش ما الحرام أروح بوضين إنيس والقزنين وينا إنيس وصفيد كان أمشيث أكنز ديفكام الوصائف
إلى شوقي من سفيان الثوري إذ وينك نيا في ديفك تجعلت أبو جعفر المنصور 10,000 درهم ونافد دفن إلى سيام روح هذا الدفن 10,000 درهم أسمع نروح نهار في حياتنا وفاتني يفاضي في حياتني يرول يرول إجديم كان أولي ذا يروح يروح غرف مرتنا اليمن أسمع يقول غرف مرتنا اليمن إذا أليس ما قال درجه وجه مثل دي صغيون مثل نموثي عقليون أي مثل ممكن يعني يقول لك نعم ثغليد يوث تكرضا أسأل أنه ما يقول أرين سيد غف سفيان الثوري خطر يسمى قال لك الجه وجه وين يسمى قال لك الجه وجه مري لحو يتفالي لك يخدم إذن أرين تتهم فلاس ننسى كشي بوهر وراح نقويت غنوالي أتمرتنا اليمن الولي يجينا أتمرتنا اليمن قرن سمعنا بن زائده وين تغر ورسنا ناشي وكان ام بعد امي تدي شغل الزفس امو قريت غر وذن يوفاد ماشي دو ذن وين ايش كدفن يوفاد يكاف النور غف وذميس وذميس يبشر بالخير يتفند العلم غف وذميس اني سعر طرد الصحة اخرى اني سو الله موكرا اني سو الله مذن كيب وكرا إنيس اسمي إنيس عبد الله وإذا نين إلا لكن غروس لنا إشوف غيثنين إنيس جفاقا وحدنا إنيس اسمي إنيس عبد الله إنيس عناك ربي مريد نيد اسمي إنيس نكوني مرض العبيد مسيد ربي إنيس اسمي وسفيان إذا ذاك إني سفيان بن عبد الله إني سعناك ربي مريد نذ اسمك لي اسم بابك إني سفيان ابن سعيد الثوري إني سكتشيني قالوا لنا الخليفة أبو جعفر المنصور إني سنعم يكتشيني في كذا جعلتنا 10,000 درهم وإن كنت تفن ذي الحين أغضر ميت أذا استدي فيك إني سنعم إني سقرك في لمن دي ثمثنا اليمن روحاً إذا كي يعجب إنيس والله إنيس لو كان سير دو أتفر دو غايم إنيس بك صغر وفي لك لما موتا معناه أين إذا صغرنا ذا كسر كسر يولي كتابه سفيان الثوري رحمه الله أكنم ويقيم على ذي ثمرتنا اليمن يروح يدغر ثمرتها يروح يدغر مكة المكرمة ويقيم ذي مكة المكرمة أبو جعفر المنصور أبو ذاتي الخبار بالليغ سفيان الثوري أثندي بك المكرمة ويقرب هذا الموسم من الحج إيش قاعد قبايا ذيك خدام ليس إني إيسا صحبة دينا ديم هذا تطفن إذا كاثين غنشوفو سي وإذا القفالة إذا كاثين غنشوفو سي ويروح أبو جعفر المنصور اللي يثدو قبايا غير بك المكرمة يخدمنا جينس زوار ديم زورا أقضن غل حرم المكي إذن أنا سأقضى من دين سفيان الثوري ويكل ديت مثلا يقال الجماعة للعلماء وانتقض غل ورس العلماء أن يقيم أن الناس يا سفيان تخرج عن دويدي تخرج ذغين ومران إني إسلام يكل يقرب غل كعبة إليت مثلا قرن ديت فقط دي ستار الكعبة إذا عمل سيدي ربي أغرق دعاء صغر سيدي ربي مش الكعفة مش الوين اللي غير يدعى ولكن اللي عار سيدي ربي قبايا إني سنة غير سيدي ربي وركت سجل أبو جعفر المنصور ديك شو المكان إيه مثلا أبو جعفر المنصور يقضى الحدود المكان يغريد أفعوذي مني نسنا غفره مني نسنا غفين في قلقه أقوى روح يسدينا يموت أسكشمت غير مكة المكرمة أسكشمت غير الحرم المكي ذي الجثة ذا كدابر والظل الفلاس دينا ذي المقذ سفيان الثوري يقف يستسيد ربي من الدعاء نس سقر ويسي قلا أريز بيج أريز عيد داريا ألي ربول ذي ثمورت غرفايا ولكن الدين يسجهد العقل يسجهد الإيمان يسجهد المهم غير ورس
أدي عيش الدينيس سل إيمانيس وذي مث أفلا إله إن الله محمد رسول الله أم بعد إميك موث أي مثلا أبو جعفر المنصور يقيد إذ قن كنيس أميس المهدي وإيش يعزد سفيان الثوري يضرب الذكس ما كنت يضيف الذكس ذاس بلي غادي يغيد القاضي ولكن يوهيم عندي يخدم سفيان الثوري يروي ذي غنا غير في ورث من البصره ويفاد الديون وخام الديون العالم مقارن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله من بعد اسماء تقتل العباد غير ورثه السقسين في العلم الحديث من بعد اثبت مسدس بالذك وخميس الى ويغيد غير في مرتن الكوفه ويفاد الديون وخام الديون عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله أي مثلا المهدي مثلا أبو جعفر المنصور ذي الخليفة يفكيس الجائزة إولا ديوين سفيان الثوري يتفدي دغر ورصد الحينة ذي الميت ويقام كالك نيام سفيان الثوري أي سنقل ذي ثمورث غفير سقر ويس الله أكبر ويدمد ثغراتي حباس أي مثلا المهدي الخليفة إنيس تصفضي تصورضي تشرضي تصفضي سيدي ربي الله يريدي الله 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 سيدي ربي إقلال يريدي أي مثلا المهدي يطف ثغراتي شغراتي ويعاود ديال ريس ثغرات قالوا العلماء بلي يأمني في دينيس ومكنا وتسوان ولكن تبراتي شي مدقو غير مورث إيقلا سفيان الثوري وفاتي يموت أي كان مثلا يموت سفيان الثوري رحمه الله في شعبان لك سقواس المياه وواحد وستين ذي الهجرة ويموت ذي مورثن البصرة والقخام أن بشر ابن منصور السليمي رحمه الله اسمه سفيان الجنزينس ذي مورثن البصرة ذي الفجأة يوم يزرب لذين قلام ستون سوربريز أم بعد ذن العباد التي تسزين غروس ذين كل ثمور ثقو ذنتي حضرا الجنازين سيون الجمعة الغفير والزول فلاس عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجر رحمه الله الثوري رحمه الله أي مثلا يجد تاريخ ذن قرحان سسبر إكس عام يرد دوني ثارد فيرو على ريس إزرام وتسلو ملام المهمة ذي مثل يونس في الدينيس ذي مثل في لا إله إلا محمد رسول الله أذي خذ أذي مثل في الإيمان ذي العمل الصالح يجد كتابين يجد الجامع الكبير الجامع الصغير يجد الفرائض سفيان الثوري إذيون العالم أم قرحان ذي القرآن ذي التفسير نس أي مثلا يحفظ يختم القرآن الكريم ويعرض فيه في حمزة الزيات 40 ذان ويقار القرآن الكريم سفيان الثوري دائما أثي الجرام الله أكبر كما يتمثل عبد الرزاق الصنعاني ذا شدنا إن سفيان الثوري يجعل من كل يوم أدغرون الجزء ذي القرآن الكريم ودغر الحديث عبد الرحمن بن مهدي ذا شدنا ويند وزمير غير أن تسيار إلى القرية من سفيان الثوري ما يقرأ القرآن الكريم ذي ما الطول نيم ما يسير ديم ذي ما الطول الذهبي رحمه الله يند سفيان الثوري الشيخ للإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء سيد العلماء ذي الزمان نس الله زر كان العلماء من رشه ذي فلسي خير إثلسني عفو ربنا إثلسني رضي ربي عبد الله بن المبارك أمخدينا إند أغريق ذي الحديث وكتبا ذي الحديث غف 1100 ذي الشيخ إند ولكن ندو في غير خير من سفيان الثوري إند ولش وزريغ ذي الدونيث إسن أكثر من سفيان الثوري الله أكبر يقرد يحيى بن سعيد القطان إند ولش ونحمل المرة أكثر من شعبه إن دولة شوية دعاء للنيس إن دولة كالماذا قلت يخل فيه سفيان الثوري إن اتبع سفيان إن الدنس ذين دقاء سفيان اتبع إن محمد
ابن أبي ذئب إند أول غرام وين يتشابين غير التابعين أم سفيان الثوري إند سفيان الثوري من تابع التابعين ويزرار الصحابة اللي قال لك عاش عند الصحابة يقلا يقعاش إند ولكن ودو في غرام وين يتشابين غير التابعين أكثر من سفيان الثوري وكيع بن الجراح لشو مدينا إند سفيان الثوري ليبحر من العين قول على ما يم قرن مشيد الشويط الذي يهدر الله سفيان الثوري يعني قد الصفة إسيا زقسي ذو رب الخالق سبحانه وتعالى قرد الإيمان ذا القول ذا العمل الإيمان ذا خيبوي كتيرين إيسا هو الإنسان الاعتقاد ذا خيبويس إنه ولكن مشيد بلستيكي كان يقول لا أثي ديني ولي خذليس وليش الإيمان بلا عمل الإيمان سل عمل وتسكت قدر كل ذي المؤمن كلا كسيمين فعلين في العمل هي سلبا الإيمان له يقرض سفيان ابن عيينة إند أصحاب الحديث إند إجاب ديوان الأحاديث إند ذي العلماء القرآن إند الانتياثة ابن عباس ذي الزمن نس إند الشعبي ذي الزمن نس إند سفيان الثوري ذي الزمن نس يقرض شعب ابن الحجاج إند سفيان الثوري إند يغيبك الغش الورع يسوى الدنيث وسيقرى مزاي وسعر ذي فرد جيزين جيزي غرغرس يغيبك العلم إذن يقرى كل عباد أما ذي العلم أما ذي الورع الله أكبر الشهوة نفسيتيش وزده الدرارة وذي تسنج عرام سفيان الثوري إلف الله سيرى ربي زاد كان مسلين اللي قال سفيان الثوري سيف كربي الرحمن يتمثل ان الزهد ما دينين يون وسكي غير انا زاري دوني ان ماشي غير معناه ناس حاجه هذا قلنا يتشان يري مكيا نغير سان يري نفسا ان ولكن اي صار جو الموت واس غير واس دائما يقال لي تصدق الخطر السالي غزكا والسن السالي غزكا والسن ان هو كاين الزهد وتسعر الحرارة باش يكشف دونيث دائما يتنقل باللي لي دقيقة فايضة يتفاقلي ذا يروح إذا باش راه يخدم كامل يتمثل هادي قال سفيان الثوري ذي بسلاي نيسي من الحانة إذا دماغ الناس في غامين لا نغاصي ذا ربيهم إذا دي لقاش جعل ممن ون ذي نفدي ودي دونيث ماذا قلت سرجون أين لا نغاصي ذا ربيهم حسن في منون بلي دين في جيون دي دوني نعم يا مثلا دين في جيون دي دوني وكل يثا مورث الناو ماشي ذا جين يثا مورث الناو ماشي الوقي ذا خامي ماشي الوقي ذا خامي ماشي الوقي ذا خميس مش أخمنا ماشي دي دوني ذا جين ذي غرفني الله إلا قنع قيكين كان أتسمى قيل العلماء يتفلسنا رضي ربي ولكن أمغفون ذوين وذلك يرى أن أشتكي ذي الخطريس حشم الدقيقة اللي غير يرفض ذي روح ذا شبع وين يويدس الله أكبر كان يتمثل هذه قال سفيان الثوري إن ذي المال ذو بقيد إذ الأهلاك الأمة رسول صلى الله عليه وسلم إن ذي كل أمة فتنة وفتنة أمة المال من كل الأمة سعى الفتنة إن ذي الأمين الفتنة ينسد المال خزر سفيان الثوري كدينا إن المال شيم إن ذي وكذي هي الأمة إن ذي ولكن العلماء العالم إن ذي وكذي الطبيب التي داوين خزر كان شيم إذا هلك الأمة إذا الأمة ذي العصر ما ينتعيش مصاب بس يهلك الشيم ثهلك يهلك الشيم ولكن دي العلماء التي داوين دي هي كاين يمد ولكن العلماء ماذا قلنا غريب دي تمساك الشيم وقند البلاغ الروس وغين هيكن إن دولي ذوي الرمى الله قصد كان يتمثل أدي قال سفيان الثوري إن دي أرجاز إن دي ما تخزر بغى العلم إن دي يحوج العلم أكثر وقت يحوج المكلة اكتسيد يعبدون في إيمانا يعبدون في إيمانا ذا شوف أعتقد الإنسان سبحان الله إذن يحوج العلم يحوج المسلم أكثر وقت يحوج المكنة أكثر وقت يحوج السي ما قلت فيه مثلا كده قال سفيان الثوري إفلاس يعفور به إن دوينا لا يلعب نسل عمرين
من لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده. إن دوينا لعفن سلام رينس إن أمين لعفن سوسان تيرزينس تيرزام مريك هرز العبد ذي زرع ذي هرز إن دي لعب سوسان إن دوينا لعفن سوسان تيرزينس إن دلي يندم القسان تمكرام أخطر ذا شو ذا شاين دي مهير ما يقولوا يزرعها أغدع السن القسان تيرزانين سأو قعيفن أسمار دي وقسان تمكرام وين يخرج نادي يمكن ولكن نسى يندم أي خطر وصاي داش يخرج باش نادي يمكن إن تخسر كلية مثلا إن ثلاثة مسال نص دي الصغار إلا إن توه درارة في المصيبة هنيك مالكي كيوغن وه درارة يمدن أشان يخدم يون وه درارة يمدن فين كيوغن وه درارة أفل في السنة ثلاثة وه درارة أفل هلاكي يمدن حكون الشي داربين حكون المصيبة هنيك الشي داربين حكون الهلاكي الشي داربين إنك ولا تزكي نفسك تستي تدرون تزكي رامي مانيش وسقرانك للعاليين المؤمنين تسوكثين دل بلان خذ من تسوكثين فلاس أين العايث تسوكثين ولكن تسوكثين دل غلطة خذ من تسينا تسيدرنا إفين ألسري دي من تسوكثين فلاس أم كاق قبين سيد ربيهم أهدر أصلي عفو نغمي سبحان الله. أي مثلاً أي تكمل شوفي على الثوري هذا قرض إمسليني شيء بالحالة إن ده ده دوي ونزمان إن ده أذم ثنوية ون إن ده السفة شيء مرت تجورد الله السجين ذي العصرنا السفة جم السلعة تجم ولكن ولو نموذن أهترام إلى وجزمنا دينيم وإلا رويا ما خل الحالة العباد ماذا قلت هذا العالج السيرة الغشي ماذا قلت لنا السيرة المغذي عيسنا أخلاق المغذي عيثنا المعاملة نضجوك على المغذي عيسنا ما قلت في مسالة دفقت ذي دونيث إذن الجسات للصح يا للخير إلا كل شيء إلا ولكن الأخلاق وياش ما قلت أي مثل الواقع إذن سنة ديارنس الجواب الله أكبر أذر حمار بي سفيان الثوري رحمه الله أدي قرض المسلين يسيم الحنن إلا تخدم الدونيثة على حسب النقدر وينها قيم دخيس وخدمين أخر على حسب النقدر وينها قيم دخيس خدمين الدونيثة هناك يكفون وزلا في قيم دخيس وتخضر ذي أخر على حسب النقدر وينها قيم دخيس الله نشاف قيم الدونيثة الرسول صلى الله عليه وسلم يند الأعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل من يجوز ذلك يند الأعمار الأمة يقول الستين والسبعين سنة لا يسعون دي الأعمار صدر القليل لا يعدين لك سبعين سنة هذا تقضر مئة سنة مئة داشوة مئة سنة ستين وين يسعون مئة سنة أشاك دينة الدينة ظل كان يذكره ولكن دينة خاصة شحال قليل ذي مليار للسنة أخذ لك دوني ثلاثة يكفون على حسب دقوين أثقين دخل تخلط دينا خفيك على حسب وين أرفق الدخل الله أكبر أدي قال سفيان الثوري بمسلين نسي من الحنن إند ما أفقن الوحدين حاشا سيد رب الخالق سبحانه وتعالى قدري الفعاليك العالين ستفرع ماذا قد تخدم تند العالين ذا ستفرع ينو كد زرار حشر بيه وتتسوى ذا تخدم بيني لها إند العيني لان عينني إند ذاك الصاصي لربي ذس إنه تتقرز العلاقة اللي قالك سيد ربي سيد ربي غادي يقرز العلاقة العلاقة اللي كي قالك لي عباد الله كامل مثلا سبحان الخالق ند ما قيت ذك مسلاني شي من الحال ردي قال العبد ماذا قال له ويتعلق له وليس في دوليته يسعى جهد ويتعلق له وليس في دوليته يصرى ماذا تيج يخدم القليل وين يسي تياقم الباقي غير خاطر تيجي يخدم ماذا قال له العبد وتيجمع قال له شنو وليس دوليته لو كفيتيش كان يثلا وديك الشي مالك داخل البوليس إلا تسيد ربي هذا سيفك الحكمة سيفك الحكمة هذا داخل البوليس أديه الدار أي إنسان يشعر الأجر أين اللي قالتي لي البركة أين قالتي لي الفايدة أين قالتي لي الصلاح إلا دوسي اللي سيد ربي البصر وذو البصيرة ما في العيو في سنة شويك وين ومتصدقات دوني ذويس أسيفك سيد ربي الحكمة أدي هدريني إلا عند الفايدة أدي تشقد دواويس أدي نتصلح دواويس
إن ديالنا ماشي يفتح سيدي ربي البصر والبصيرة اللي تما قال لعيوفيش اللي تولي لعيوفيش إيه تمثل لعبد الزرار لعيوفيش وين نضوع على سيدي ربي الزرار لعيوفيش أشحال أنا نشوي دي عبد ولا تشوهين أشوهين الوهين ديري تلوهين كا الوهين كا نوثني مالكان وقالوا يا ربي دي ضرار خطر شي مين أنا خطر كرب كوني تما قال لعيوف ويا ربي المرة نبقى سيدي ربي سيدي ربي ذا في لعيوفيش اللي تشوي ربي ولكن جل عيوف من الدن يدعون الخير للهداية للجميع ولكن يدعى سيدي ربي الدير البصري كذا البصيرة كذا كي دير باش أتشوية العيوفي كتصرف قاعدة العيوفي الله أكبر كان يث مثلا يقرد سفيان الثوري عند مسلي نسيم الحنن يند العلم ويقرر يون باش هذا يغر يند ولكن يقرر باش هذا يخدم الصلاح وهذا يبغى ربي العلم ذا شو الثمر عن العلم يخوف ربي ولكن العبد يقارن بشر ذي غار ودي قال الخوف ربي هذا خوينا ماشي العلم لو بنيد الجهل بعينه العلم يتخدم باش اليهود العبد سيدي ربي اذي قرب اذي قرب اذي قرب الوين تدي خلق سبحانه وتعالى وذي يخدم الصلاح ذي القاعه الله اكبر الكامل يتمثل اللي قال سفيان الثوري الأعمال السيئة أن الفعيل نديرهم يند الرهلاج يند العلماء الدوام الطبات يتسدوين لهلاك ديهم يند ولكن ماذا قال نفس العلماء يند ولا يسحيوا الرماة ما قد كان كيت مثلا يند الفعيل نديرهم إذا بقيت لهلاك الرماة لهلاك الرماة العلماء ذنوذنين الطبان يسحيون الأهل كجيم يريد ولكن ماذا قال في سجن العلماء وليس حي اليوم سفيان الثوري الذي قال القرآن الكريم وذي يجرون حال ما أصل ضراني القرية عنك قرض بمطول ما ليس للدين أنت سنة يقرن يا ربي دائما سنة الكلمة تجيه دائما لذي قال الأمر اسم الرام يا ربي سلم يا ربي سلم يا ربي عفوك يا ربي عفوك يا ربي سلم يا ربي حود يا ربي عفو يا ربي حود يا ربي عفو الله أكبر إمسليني ستاش ماشي ديكي كان يدلو دركان أطاش إمسليني سيقلان إمسلين إدي تواجه ذن دي القرآن الكريم السنة من في محمد صلى الله عليه وسلم أي مثلا أسند عمر ذي رحمه ربي سفيان الثوري أذي يضرب بفلاس أذي يضرب بنا في الصحابة أذي يضرب بنا في التابعين أذي يضرب بنا في تابع التابعين أذي يضرب بنا في المؤمنين إلى يوم الدين وذي صلى ربي وذي سلم غفل في محمد صلى الله عليه وسلم أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.